نيجي، ما نحن عاملين العزيمة كلها على شرفه، هو لو بيقوم هيك بيعتذر بآخر لحظة؟ شريلة، يكون في شيء تاني مثلاً ما عم تقولي لنا إياه؟ لا، يعني شو بده يكون فيه؟ عن جد هو كتير كان جاي على باله يجي ويشوفكم يقضي وقت معكم، بس ما قدر، صدقيني. ها، ما قدر. يعني ما بعرف شو بدي أقولك، بس مو حلوة منه أبداً. ولا حتى منك ألمة. ها، عم بقلك يا بصراحة. جوا؟ شو صار لكم؟ خلص الأيام جاية؟ ولا بتحبوا نلغي العشاء وكل واحد يرجع على بيته مثلاً؟ لا 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 حبيبي، أكيد أنا مو هيك قصدت أبداً. بالعكس، أهلا وسهلا فيكم دايماً، وأنا كتير مبسوطة بهالجمعة الحلوة مثل دايماً يعني. بس نحنا كنا حابين نتعرف على حبيبة لألمة هالمرة. يلا خلص، مثل ما قلت الأيام جاية وبنبقى بنتعرف عليه إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا تفضلوا، الطاولة صارت جاهزة. إيه يلا يلا تفضلوا. تفضلوا تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. يعني as usual ست فلك، أكلك ما بيتفوت وبياخد العقل، وكل مرة بيجي بياكل عندك بطلع نصحان 6-7 كيلو. معك حق حياتي، سفرتها لفلك واو، أكلاتها كتير طيبين. أنا برأيي ما تاكل as usual حتى ما تندم بكرة الصبح. لا. بس أنا رح أكل من كل الأكل، ما معقول شو بشهو عن جد. صحتين، ألف صحة. بس اوعى ما تتركوا محل الحلو، ها، لأنه عاملة تشيز كيك ما بيفهم. تفضلوا قبل ما يبرد الأكل. تفضلوا يا جماعة. تفضلي. بدلك شي حبيبي؟ بليز. مين معقول يجينا هلا؟ بليز ما تستنوني. ايه كمل.